هنكمل النهاردة مراحل عملية المقارنة المرجعية. أول حاجة لازم تحديد الوظائف والإجراءات المطلوب قياسها ومقارنتها. في هذه المرحلة يتم التعرف على العمليات والإجراءات التي يراد تحسينها، فيتم دراستها بشكل تفصيلي بدءا بمدخلات العملية وانتهاءا بالمخرجات. فالدراسة التفصيلية تساعد على التعرف على أماكن الخلل والضعف في أي عملية للحصول على منتج أو تقديم خدمة. يبقى أنا دلوقتي لما أبتدي عملية المقارنة المرجعية لازم أبتدي أدرس نفسي بشكل تفصيلي. يعني فور إكزامبل، مثلا شركة زيروكس ابتدت تدرس هي محتاجة إيه الخطوات أو الإجراءات اللي هي بتمشي فيها لغاية ما تطلع البرودكت النهائي اللي هو البرينتر. لقوا إن هم محتاجين 67 عملية بيعملوها لغاية لما البرينتر تبقى في الشكل النهائي. يبقى هنا هم درسوا نفسهم بشكل تفصيلي عشان لما يبتدوا عايزين يحسنوا يعرفوا ايه الخطوات اللي هم بيعملوها عشان يشوفوا الناس التانية بتعمل ايه وتقللها او تزودها او تغير خطوات مكان خطوات. شركة ارثر اندرسون بقى حددت 200 عملية عشان تنتج المنتج النهائي، محتاجة 200 مش زي التانية 67، محتاجة 200. وصنفت العمليات دي حطتها تحت 13 كاتيجوري. فكل شركة هتدرس العمليات بتاعتها بطريقة تفصيلية حسب فهمها، وهتقدر تبسطها بشكل تفصيلي بحيث ان هي لما تيجي تدرس الشركة اللي هتقارن نفسها بيها هيبقى سهل عليها ان هي تعرف فين الخلل او فين الجاب اللي هي محتاجة تقومها او تحسن الاداء فيها. بعد ما حددنا الخطوات بتاعتنا ودرسنا نفسنا والاجراءات بتاعتنا كويس، هنبتدي نختار المنظمة ذات الأداء المتميز اللي احنا هنبتدي نقارن نفسنا بيها. وبرضو لازم يتم اختيار فريق العمل الذي سوف يقوم بالدراسة، وطبعا الفريق ده هو اللي هيبتدي يحدد ايه المعلومات والبيانات اللي عايز يجمعها وهيجمعها ازاي. ونبتدي طبعا نحدد الشركة ذات الأداء المتميز في المجال ده او في الحتة اللي احنا عايزين نحسنها، ونبتدي نختار الشركة دي. في بعض الدول زي الولايات المتحدة عادة بيختاروا المنظمات اللي هي أخدة شهادات جودة في الحاجة دي. بعد كده هيبتدي الفريق ده جمع البيانات وتحليلها. الفريق ده طبعا هيعتمد الأول على المصادر الداخلية أو اللي هي المصادر السنوية أو المصادر اللي موجودة already قبل كده، وبعد كده يبتدي هو يعمل بقى المصادر الأولية اللي هو مش لاقيها موجودة أو معمولة قبل كده. إن هو مثلا يمكن ينزل يعمل انترفيوز مع حد، يجمع بيانات بطريقة كويشنير يوزعه ويحلل المعلومات اللي هتيجي منه عشان يستشف حاجات معينة. فهو طبعا يعتمد فريق العمل على المصادر الداخلية والمعلومات المتاحة من المصادر الأولية والثانوية. طبعا هيقوم بالأبحاث الميدانية وزيارة المنظمات المطلوب مقارنتها مع أداء المنظمة الأخرى، وتتطلب الزيارات الميدانية مقابلات شخصية وزيارات ميدانية لمواقع المنافسين. وطبعا لازم نأخذ في الاعتبار الوقت والجهد المبذول في تجميع البيانات والتأكد من صحة البيانات والمعلومات. طبعا لازم ما نبقاش مستعجلين ان احنا نجمع البيانات عشان البيانات تبقى صح، ان احنا لو البيانات اللي احنا جمعناها من الأول مش صحيحة او مش مظبوطة 100% يبقى كل حاجة مبنية عليها بعد كده هتطلع غلط. فلازم ناخد الوقت الكافي ان احنا نجمع البيانات المطلوبة بالطريقة المناسبة عشان العملية بعد كده تطلع بالنتيجة المطلوبة. لما انا ابتديت مرحلة جمع البيانات والمعلومات كان الهدف منها ان انا اجمع فكرة تديني صورة عن التساؤلات التالية: هل هناك فجوة بيني وبين أداء المنظمة المنافسة دي؟ هل فعلا هي أداءها متميز بالنسبة لي؟ طيب لو في فعلا بيني وبينها فجوة، الفجوة دي قد إيه؟ وإيه أسبابها؟ هل مثلا هما بيستخدموا تكنولوجي مش عندي؟ هل الإجراءات نفسها مختلفة؟ هل الناس اللي بتقوم بالشغل هما المختلفين؟ طب إيه درجة الاختلاف بيننا؟ ايه هي التحسينات المتوقعه لو انا طبقت النظام بتاعه؟ لو انا خدت النظام بتاعه ده قلت ان هو فعلا شركه متميزه بالنسبه لي وفي فجوه بيني وبينه، خدت النظام بتاعه وطبقته عندي، انا متوقعه منه ايه اللي يحصل؟ طيب بعد ما احنا المفروض ان احنا جمعنا البيانات عشان نجاوب على التساؤلات دي،
ممكن نلاقي بقى النتيجة ان الفجوة سالبة، ان اداء المنافسين يفوق اداء المنظمة. الاقي فعلا ان في فجوة بالنيجاتيف بالنسبة لي، ان انا مستوايا اقل من المنافسين دول، او ان تكون المقارنة بين المنظمتين متساوية، انه الاقي ان الاداء بتاعي زي الاداء بتاعها، فخلاص مش هستفاد حاجة لو قارنت نفسي بيها، خلاص احنا ادائنا زي بعض، فخلاص مفيش فايدة من ان انا اعمل المقارنة المرجعية، او ان يكون اداء المنظمة بتاعتي انا طلع احسن من المنافسين والفجوة ايجابية، وبرضه في ساعتها انا مش هستفاد حاجة ان انا اعمل المقارنة المرجعية دي. طيب لو احنا الفجوة سالبة، قلنا ده يدل ان انا عندي مشكلة، وان انا فعلا محتاجة ان انا اقارن نفسي بالمنظمة المتميزة دي عشان اشوف الجاب فين، وابتدي احاول اسد الفجوة بيني وبينهم واحسن الاداء بتاعي. طيب لو انا والمنظمة التانيين متساويين، يبقى خلاص انا دلوقتي بقى مفروض ادور بعيد عن المنظمة دي، ادور عن طرق ان انا ابتدي اكسب competitive advantage زيادة، او ان انا يبقى عندي اي ميزة زيادة عنها عشان ابتدي انا اكسب السوق اكتر، او ان انا ابقى انا المنظمة المتميزة ادام احنا الاثنين متساويين في المرحلة دي. لو الفجوة طبعا ايجابية، دي هتدي طبعا ريفلكشن كويس للشركة عندي وللموظفين، وروحهم المعنوية هتعلى، اما انا اقول لهم ان احنا احسن منظمة او منظمة متميزة في المرحلة دي، وان احنا احسن من المنافسين بتوعنا. طب انا دلوقتي خلاص لقيت ان انا فعلا عندي فجوة سالبة، وان انا هبتدي اقارن نفسي بالمنافسين، عشان عندما تحدد الفجوات السلبية نتيجة عملية القياس المقارن بعد دراستها وتحليلها في المرحلة السابقة، يكون العمل هنا منصبا على ردمة فجوة لتحسين اداء المنظمة، وتحتاج هذه العملية الى مشاركة العاملين الذين يملكون العملية والقائمين عليها، فيجب إشراكهم في عملية القياس المقارن لنقل وتحويل الأفكار من المنظمات المتميزة وتطبيقها في مجال عملهم، وتحتاج أيضا إلى الدعم والتشجيع وتوفير المواد اللازمة لتطبيق الخطة من قبل الإدارة العليا. يبقى أنا هنا بديت أشوف الفجوة بتاعتي كويس، وعايزة أبتدي أطبق بقى خطة التحسين اللي أنا لقيت إن في فرق بيني وبين المنظمة دي ومحتاجة أعمله. طيب انا عشان محتاج اعمله، يبقى لازم هاشرك الناس اللي عندي في الشركه وافهمهم ايه الهدف من اللي انا بعمله ده، ايه هدف ان انا بطبق سياسه جديده، ايه الهدف من التغيير ده، عشان كل ما هم يبقوا فاهمين، كل ما هم هيبقوا داعمين للسياسه الجديده دي ومشاركين معايا في الخطه الجديده. فطبعا لما اجي افهمهم ان دي خطة اتنفذت من قبل شركة تانية وناجحة ومحتاجين نطبقها عندنا، هيبتدوا ان هم يتفاعلوا معانا. طبعا الادارة العليا كل ما كان نتفهم الدور ده، كل ما هي هتقدر توصله للعاملين، فبالتالي الخطة كلها تنجح. وانا بقى بطبق خطة التحسين دي، في شوية ستابس كده لازم بنعملها. اول حاجة تحديد المهام للقائمين على التطبيق، لازم هحدد كل واحد ايه دوره في التغيير ده والسياسة الجديدة دي. قائمة بالخطوات التفصيلية تنظيم الخطة، تنفيذ الخطة، لازم طبعا يبقى عندي خطوات تفصيلية، انا هوصل للاداء المتميز ده في الاخر ازاي، هعمل 1 2 3 4 5، لازم كل الناس تبقوا فاهمينها. تحديد السلطة والمسؤولية لافراد القائمين على خطة التحسين، لما انا ابتدي احدد المهام لكل شخص هقدر احدد مسؤوليته، فأعرف مين اللي مقصر، مين اللي بيشتغل، مين اللي عمل الشغل صح، ومين اللي ما عملش شغل. تحديد الوقت النهائي لانتهاء العملية، لازم طبعا أحط لهم ديدلاين لكل خطوة، لأن ممكن أنا أأخر خطوة كانت بيترتب عليها خطوات تانية، فبالتالي العملية كلها هتتأخر. تحديد الموارد المطلوبة سواء كانت مالية أو بشرية، لازم أشوف الخطة اللي أنا حطاها دي محتاجة فلوس، محتاجة تمويل معين، محتاجة ان انا ادرب الناس اللي عندي على حاجة معينة. تحديد مسؤولية كل مهمة، لازم كل واحد يبقى عارف ايه مسؤوليته في المهمة دي، ولو هو ما عملش مهمته ايه برضو المسؤولية اللي هتبقى عليه. قلنا انشاء جدولة للمهام اللي هي برضو نحط تايم فريم، النتائج المتوقعة من كل خطوة في التطبيق، ان كل خطوة هتؤدي لايه، ولازم يبقوا فاهمين الخطوة دي مثلا مترتبة عليها خطوات تانية، الخطوة دي مستقلة، عشان يبقوا فاهمين مين بيريبورت لمين، الخطوة دي بعدها ايه، عشان يبقوا فاهمين الخطة كلها.
تحديد الطرق ومتابعة النتائج. طبعا لازم يبقى فيه ايه فولو اب على طول، بحيث ان اي لو هم لقوا اي انحراف عن المفروض يصححوه بسرعة عشان يلحقوا ينفذوا الخطة في الاخر زي بالشكل المطلوب. هنرجع نتكلم هنا عن طرق جمع البيانات بتفصيل شوية. عند تعيين الفريق الذي سوف يختار لعملية مقارنة الأداء، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص ممن لديهم تجربة طويلة في الشركة وبسوق العمل المراد دراسته وتحسينه، بالإضافة إلى أن عمل فريق العمل يحتاج إلى نوع من التدريب يركز على كيفية القيام بعملية المقارنة المرجعية، ويحتاجون إلى مهارات تساعدهم في عملية القيام بالعمل بالشكل المطلوب كمهارة الاستماع ومهارات الاتصال مع الآخرين ومهارات عرض الأفكار والمقابلة الشخصية. يبقى أنا دلوقتي وأنا بختار الفريق اللي هينزل يجمع البيانات ده، لأن دي تعتبر أهم خطوة، قلنا إن لو البيانات دي اتجمعت غلط كل الحاجات اللي هتتبني عليها هتبقى غلط، فدي أهم خطوة عندي، فعشان كده لازم أديها اهتمام كبير. حتى وأنا بختار الناس اللي هتعملها لازم يبقوا عندهم خبرة في الموضوع ده. دايما بتلاقوا مثلا ان اللي بيعملوا المقابلات الشخصية دول مش كل المذيعين، في مذيع معين بيقدر يعمل مقابلة شخصية مع شخصية معروفة مثلا، لان بيبقى عنده مهارات معينة، طريقة القاء السؤال، السؤال اللي يتقال والسؤال اللي ما يتقالش، هي نفس الفكرة برضو. وانا بختار الفريق اللي عندي عشان يعمل المقابلة الشخصية لازم يبقى عنده مهارات معينة عشان يقدر يطلع المعلومة في وقت مختصر، لان طبعا الناس اللي بتعمل معاه الانترفيو ده بيبقى وقتهم ثمين، فبيبقى عايز ان هو يطلع المعلومه بشكل سريع وافكتيف، ان هو يطلع المعلومه اللي هو محتاجها فعلا. وبرده ان هم لازم يكون عندهم مثلا لو هو حد هيحتاج ان انا اعمل كويشنير، لازم يبقى حد يعرف يحط الاسئله ازاي، وايه الاسئله اللي تتحط وايه الاسئله ما تتحطش، ولازم يبقى فيه مثلا سؤال في النص عشان اعرف الناس دي بتقرا الكويشنير ولا لا، يبقى فيه سؤال عكس التاني عشان اتاكد. كل الكلام ده لازم انا احطه في الاعتبار وانا بختار الناس اللي هتشتغل في فريق جمع البيانات. زي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا البيانات اللي هي الثانوية او الميدانية او اللي هي بالانجلش برايمري وسكند. السكندري دي اللي هي اوريدي موجوده، اللي هي المصدر الاول التاريخي ده بيبقى موجود في الارشيف للمنظمه، ممكن الباحث ان هو يجمع المعلومات لفتره زمنيه معينه، وكذلك من خلال ما كتب بالصحف والمجلات والدوريات والندوات والمؤتمرات عن تجربه هذه المنظمه. يبقى السكندري داتا دي اي حاجه اتكتبت قبل كده او معلومات متوفره وموجوده مجرد ان انا هاخدها. انما البرايمري داتا او المصدر الميداني دي بقى المعلومات اللي انا هجمعها بنفسي لاول مره وهي ما كانتش موجوده، اللي هي من خلال الزيارات الميدانيه، وتعتمد على الملاحظه والاستنتاج والمقابلات الشخصيه عشان احصل على المعلومات المفيده لعمليه المقارنه المرجعيه. دي اللي احنا قلنا بقى نعمل فيها انترفيوز، نوزع استقصاء ونسال ونحلل البيانات، كل ده تعتبر primary data لان انا اللي بعملها لاول مره. وانا بجمع primary data او البيانات الاوليه دي بيبقى عندي نوعين. اول حاجه النوع الكمي اللي هو قلنا عليه، اللي هو ان انا اعمل استماره استقصاء واسال شويه اسئله ووزع الاستقصاء ده للناس تجاوبه، وبعدين انا اخده واحلل البيانات واطلع النتائج. الميزة من الطريقة دي أولا هي غير مكلفة ماديا لو قارناها بالأسلوب التاني، والحصول على معلومات دقيقة وسرية لأن أنا بسأل ناس أسئلة هم هيجاوبوا بشكل شخصي، محدش شايف إجابة التاني، وأنا حاطط الأسئلة اللي هتديني الإجابة اللي أنا محتاجاها، فأنا هجيب معلومات دقيقة لأن أنا اللي حاطة الأسئلة، ولا تستغرق وقتا أطول ومقارنة مع المنهج الوصفي، لأن أنا دلوقتي بوزع الكوشنير هم هيجاوبوا عليه وأنا هجمعه وهحلله وأطلع النتائج. الأسلوب الثاني هو الوصفي، هنا بقى اللي هو يعتمد على المقابلات والزيارات الميدانية للمنظمة ومقابلة الأفراد في مواقع عملهم،
سواء بشكل فردي أو إن أنا أقابلهم كمجموعات داخل المنظمة. طبعا الميزة دي بتدي فرصة أكبر لفريق العمل على التعرف بشكل عملي على الخطوات وعمليات الإنتاج المنتج وتقديم الخدمات. طبعا هنا هتبقى فيها تخصص أكتر، لأن أنا شايفاهم هم شغالين عمليا مش مجرد كلام نظري، ويشجع الاتصال المباشر لتعزيز العلاقات بين المنظمتين. طبعا لما أنا أقابلهم شخصيا هيبقى إيه، زي ما نقول كده العلاقات فيها شوية مودة بين الناس، فهتلاقي إن العلاقة بين المنظمة دي والمنظمة التانية بقت أفضل شوية. هنقف لغاية هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله.